حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه اخبرته قالت دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشرا